مقابرتي. تحية كانوكا كانت إنسانة جميلة جدا، عفيفة النفس، مش لاقية تاكل، عايشة في حدود يعني ما مش عايز أقول إيه، إنما هي كانت دايما تقول لي أنت ابني، أنا بعتبرك ابني، زي ماما أمال فهمي برضو اللي هي وضبطتني إذاعيا وعلمتني الإعلام وخدتني من ركن الطفل البرنامج الأوروبي إلى إذاعة الشرق الأوسط اللي هي كانت رئيستها وتبنتني فعلا يعني. قبرتي أقوى موقع فني في مصر.